السلام عليكم، احنا بيك دي لبس ليكم. كنتمنى تكونوا كاملين لاباس وكتشوفوا الفيديو ديال اليوم. انا ماشي مزيانه، هذه اول حاجه. ثاني حاجه، الفيديو ديال اليوم غادي يكون فيديو مختلف، يعني مش بحال كاع الفيديوهات. في هذا الفيديو غادي نحكي لكم واحد القصه اللي عييت وانا حكبها في قلبي وانا مخبعاها، حتى واحد ما عرف بهذا السر. المهم غادي نقول لكم ديروا لايك للفيديو، ديروا سبسكرايب قناه اللي هي تأمرة في القناه. ودابا غادي نقول لكم كملوا الفيديو الاخر باش تعرفوا لي ديتاي ديال هاد القصه اللي غادي نحكي لكم وكل شيء. فنبداو. ف اول حاجه باغا نقول لكم باللي انا مقهوره، وكل ما كنتفكر هادشي اللي غادي نقول لكم كنبقى نبكي وكنبقى نحس بالنقص. مش انا محرومه من يج محرومه محرومه من والديا، اختي يعني الاسره ديالي محرومه منا. تقولي كيفاش محرومه من والديك؟ انت اللي كديري تقولي والديا وكذا كذا غادا معاهم وكذا، واختك كتبان معاك. اولا هذيك اماني اللي كتبان معايا ماشي اختي، هذيك بنت خالتي ولكن بحال اختي. وبالنسبة لوالديا، أختي اللي سميتها أماني بصح هي كبيرة عليا بعامين، وهما ماشي هنايا، هما في الغربة. من اللي كنت عندي 5 سنين قالوا لي حنايا غادي نمشيو لإسبانيا لأوروبا، وغادي نمشيو ونخدمو وناخدو الفلوس ونجيو باش نقريو كنديرو اللي بغيتو، يكون عندنا فلوس ونخدمو كذا. وطبعا انا كنت صغيره 5 سنين، يعني ما كنفهمش. وفرحت قلت غادي نمشيو اسبانيا وغادي نمشيو لاوروبا وغادي يجي وغادي يكونوا عندنا فلوس وما عرف شنو ما عرف شنو. صافي مشاو، والصراحه لحد الان ما عرفاش والديا واش عايشين واش ميتين، واش وصلوا بعدا ولا ما وصلوش، واش غرقوا ولا ما غرقوش، حيت هما مشاو واحد كيما. لان ما عرفت حتى معلومه على والديا، وانا عايشه وحيده بوحدي، عايشه مع جداتي لهلا يخطيها عليا وربي يخليها لي. فانا كنقول علاش انا محرومه، علاش ما عندي ابي يصرف عليا، ما عندي اب يخرجني معاه، نحس بالابوه ديال الحنان ديال الاب. ونفس الشيء علاش ما نحسش بالحنان ديال الام تخرجني معاها، نخرجوا جميع مع اختي. ملي خرجوا نعيا يهزني بابا، نمشي اي حاجه بغيت نشريها لي. وخايدك جداتي موفره لي كلشي اللي كنبغي، مقرياني، مربياني احسن تربيه، مدخلاني موسيقى، مدخلاني الرياضه، دايره لي اي حاجه باغاها كدير لي لهلا خطيها ليا. وتحيه لحناتي وجداتي لهلا خطيها ليا. فكنتقهر، كنبقى نفكر ونخمم، كنشوف التصاور، كنشوف التصاور ديالي مع اختي وما ديالي مع والديا، كنقول علاش، كنقول علاش انا محرومه من الاسره ديالي. فبالنسبه للناس اللي هما بحالي، الناس اللي عايشين في الغربه، ولا الاطفال اللي عندهم نفس القصه، غادي يحسوا بيا محرومه. والدي كنتمنى ولو مره حدا يشوفهم، كنتمنى ندير معاهم مع ابل فيديو غنشوفهم واش بخير، واش عايشين، واش ميتين، واش ما عرفتش واش. انا اصلا كنقول علاش خلقت، علاش تولدت، ملي والديا غادي يسمحوا فيا، ما غاديش يكبروني، ما غاديش يربيوني، ما غاديش يصرفوا عليا، ما غاديش يخرجوا معايا، ما غاديش يوفروا لي اي حاجه بغيتها، فهمتوني؟ ما كنحس براسي بحال مخنوقه، فهمتوا؟ ما عايشاش على خاطري، ديما كنفكر في هاد الموضوع يوميا، كنبقى نبكي على بوحدي، كنبقى نبكي على بوحدي، كنبقى نفكر على بوحدي، كنجي كنبقى نتكا، كنبقى نبكي بوحدي،
غنتقع غنتعقد انا من صغري. دابا شحال، دابا عندي 13 سنة، وملي كانت عندي 5 سنين ما سامحين فيا، 5 6 سنين، 7 سنين، 8 سنين، 9 سنين، 10 سنين، 11 عام، 12 عام، 13 عام، 8 سنين وانا عايشة وحيدة محرومة من حنان الام والاب والاخت، عايشة مع جدتي اللي هي اكبر نعمة عندي، ولا خطيها عليا وكنبغيها بزاف، هي كنبغيها اكثر من اي واحد في الدنيا. وهذا الشيء اللي عندي ما نقول لكم، بغيت نقول لكم بلي تهلاو في والديكم، حيت هم احسن حاجه في هذه الدنيا، والاباء اللي كيتابعوا لي كنقول لكم تهلاو في ولادكم وما تسمحوش فيهم، صرفوا عليهم، ديروا لهم الحاجه اللي بغاوها، بغاوكم تشريو شي حاجه شريوها لهم، بغاكم ديوهم شي بلاصه ديوها لهم، حيت قدروا تجيو في واحد الوقت وتفقدوهم وغادي ندموا علاش ما وفرتو لهمش داك الاشياء اللي بغاوها، علاش ما اهتميتوش بيهم، علاش ما صرفتوش عليهم، علاش ما وفرتو لهمش ملي كانوا محتاجينكم، كاع ما درتو لهم داكشي اللي كيبغيو. اما دابا غادي تندموا، حتى الاطفال غادي يندموا على والديهم. يا الاباء تهلاو في ولادكم، الوالدين تهلاو في ولادهم، والاطفال يهتموا بوالديهم، حيتاش الوالدين راه اهم حاجه في الدنيا. اشنو نقول لكم؟ دابا انا محرومه، هذا كان عندي واحد السر، واحد لعب كبير بزاف، ثقيل هزاه في قلبي بوحدي، شكون عارف؟ عارف غير جداتي وخالتي، زيد شكون واقيلا ورا الماء اي دونت نو. بزاف الناس غيقولوا وهذيك ماما اللي كتجيبك المدرسه وكذا وكذا، هذيك راه ماشي ماما، هذيك راه خالتي، خالتي اللي بحال ماما. وكنوجه تحيه لخالتي ولهلا خطيها عليا، والبنت اماني لهلا خطيك عليا اختي العزيزه، كنبغيكم بزاف ولهلا خطيكم عليا، ولهلا يحرمني منكم كيما تحرمت من والديا. وهادشي اللي غادي نقول لكم، هكا كان ربي قدر ليا وكتب ليا نكون هكا، يعني نعيش محرومه ونعيش وحيده، ما عندي والله هذا القضاء والقدر. و فريمون ما عرفتش كيفاش تمكنت وقدرت باش نخوي عليكم هاد اللعب الثقيل، ف حيتاش فريمون فريمون هادي كتبت ابريل والله الا هادي كتبت ابريل، بما ان اليوم واحد في شهر 4 اللي هو ابريل، حنايا المغاربه معروفه كنديرو كتبت ابريل. كنتمنى تكونوا تاثرتوا. كانت معكم الممثله الاء قولوا لي كي جاتكم في التمثيل، واش مزيان واش مزيان ولا لا. و كنتمنى تكونوا تاثرتوا معايا، حيت هاد القصه الصراحه كاينه اللي واقعيه، وكاين لي الاطفال اللي عايشين نفس هاد القصص اللي يعني بغيت ندير لكم بحالها. وهادي راه كتبت ابريل الحمد لله عندي والديا بزاف، وانتم مع عائلتي الثانيه، وهي خوتي اللي خطي عليا انا تاثرت بزاف. شكونتي كديري؟ تمن بعد نوريك. المهم الحمد لله عندي والديا، وبالنسبه للناس اللي ما عندهمش والدهم كانوا غادي يحسوا بيا ملي كنت كنقول هاد الهضره وكل شيء. الوغ اهتموا بوالديكم، الوالدين اهتموا بولادهم. بغيت نقول لكم ديروا لايك الفيديو، سبسكرايب قناه، تابونا في القناه، واللي باقي ما مشترك يشترك يا دي. وكنظن اللي تاثر يقول لي في لي كومونتير، يقول لي بانه تاثر، وتحيه لجدتي اللي خطيك عليا، وتحيه لخالاتي كلهم ثلاثه بيهم، لا جوج بيهم، وتحيه لماما وبابا اللي خطيهم عليا هاد فرعينه هادي. ايوا صافي، غادي نقول لكم سلامه، تهلاو ليا فراسكم، واذا لي اذا تتقولوا لي في لي كومونتير، وبسلامه، تلاقاو في فيديو جاي، باي.